ضمن مبادراته العديدة في المناطق المحررة، أطلق المشروع العربي في العراق حملة لإزالة أنقاض الدور المهدمة والآلية للسقوط في الموصل القديمة، وذلك في سبيل التخفيف عن كهل المواطن والحد من المخاطر التي تسببها الأنقاض والمخلفات على العائدين إلى مناطقهم. وتستمر الحملة مدة 30 يوما وتشارك فيها أكثر من 25 آلية، وستشمل الحملة مناطق رأس الجور والجوازين ودتشة بركة والقلاعات والمكاوي والفاروق وشارع النبي جرجيز.